هنبدأ التصفيات مع زامبيا. بدأت الدنيا تسخن، مصر والجزائر وتصريحات من هنا، وحارس مرمى الجزائر القديم ومش عارف مين يرد عليه. شايف انه في راو، وشايف انه في قصة، وشايف انه الموضوع واخد اكبر من حجمه ميدو. انا من اول ما مصر وقعت مع الجزائر كنت عارف ان القصه دي هتحصل، وان للاسف الاعلام الجزائري والصحافه الجزائريه بتحاول تقول حاجات مش موجوده، بتحاول تقول حاجات مش بتحاول ان هي مش انا مش عارف مين مصلحه مين، بتحاول إن, ان 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 كل حاجه هتحصل عن طريق عن, عن عن طريق مصر ان هي تكبرها، ومش عارف في مصلحه مين ان يبقى فيه التوتر اللي موجود النهارده بين الكره المصريه والكره الجزائريه. الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش موجود. لعيبه منتخب الجزائر، احنا بنحترم فرقه الجزائر، وبنحترم مدرب الجزائر، وبنحترم جمهور الجزائر، بنحترم التاريخ الكره الجزائريه لان ده تاريخ كبير. اتهموك حطوا على لسانك تصريح الله العظيم اخدت يوم ما حطوا المجموعه انا ما اتكلمتش مع حد خالص، لقيت تصريح نازل ليا في الجزائر في جورنال ما اعرفش اسمه الشروق ولا جورنال، بيقول ميدو سنتلع الجزائر. وانت ما اتكلمتش خالص، اتكلمتش مع حد خالص ولا جبت سيره اي حاجه، لان انا هطلع اقول ان احنا هنتلق، مفيش. احنا منتخب جزائر منتخب قوي، نروح نلعبهم في ملعبهم، هنحاول نروح ونحاول نكسب هناك، نحاول نكسبهم في مصر، لان احنا عارفين ان احنا عشان نطلع كاس عالم ونتصدر المجموعه لازم نكسب الجزائر، ولازم نحاول ان احنا نكسبهم بره. وهو ده الفكر النهارده اللي موجود عند الكابتن حسن شحاته، ان هو كابتن حسن شحاته بيروح يلعب بره وجوه، بيلعب فرقه كبيره، بيروح لعيبه يهاجمها، وبيروح لعيبه ان هو عايز يكسب الماتش. ف اتمنى ان الدنيا تهدى، اتمنى ان الدنيا تهدى، لان الماتش هيبقى في حساسيه وفي توتر كبير جدا. فاتمنى ان احنا الفتره اللي جايه دي الاعلام المصري والاعلام الجزائري يحاول يهدي الدنيا يعني بطريقه كبيره، ده دور مطلوب وده دور مطلوب عشان لما نروح هناك نلعب ماتش كوره. تابعت المنتخب الزامبي؟ لا، تابعت اخر مره اتفرجت على ماتش مصر وزامبيا اللي كان في كاس امم افريقيا الاخير بس، لكن ما تابعتهمش بعد كده. لا لسه ما تابعتهمش. انا عارف ان هم فرقه محترمه، فرقه محترمه طبعا. ابو تريكه النهارده يعني كمان ساعه او ساعتين هيعلن من هو افضل لاعب في افريقيا. الحقيقه انا بدانا يعني امبارح كنت ما اعرفش عندي يعني تفاؤل اكتر من اللازم الظاهر، النهارده عرفت انه ايدي بايور راح، وارسن فينجر راح، وفابريجاس وهل ده يعني شويه بيقلقك ولا بيقلق؟ انا اول ما سمعت ان ارسن فينجر رايح